السلام عليكم. في تقرير مهم جدا بيتطبع من المكنة، هو اسمه تقرير SMC Report. التقرير ده فايدته ايه؟ ان هو بيطبع لي كل البرامج بتاعت المكنة والقيم بتاعتها الفعلية الحالية اللي موجودة في المكنة ايه. تمام. التقرير ده بنطبعه ازاي؟ بندوس اصفر 107 ونعلق ايدينا على البرتقاني، ودي طبعا الطريقة اللي احنا بنخش بيها البرامج بتاعت المكنة. الشاشة التاتش هنا عندنا دخلت على شاشة البرامج، بدوس كوبي اس بي. تمام. وبكتب 5، طبعا الرقم اللي هكتبه هيظهر لي هنا معايا على الشاشة زي ما اتعرفنا على شاشة البرامج قبل كده، 5990 شباك. هلاقي فيه هنا يطبع لي البرامج بتاعت المكنه كلها بما فيها البرامج بتاعت المستخدم اللي هي الخاصه باوبشنات الدوبليكس والاي بيهات والكلام ده كله، او يطبع لي اللي هي بتاعت الاس بي مود بس. تمام. انا طبعا الاكثر احتياجا في عمليه تحليل الاعطال البرامج بتاعت الاس بي مود اللي هي فيها برامج السخان وشحن الدرام وشحن الديفولبر والكلام ده كله. بندوس اكسكيوت هنا بيطلع لي اختيار اللي هي في البوث فيس هنا اللي هي اللي على وش وظهر، اللي يطبع لك تقرير وش وظهر، وفي سنجل فيس اللي هو وش بس. انا بفضل الوش والظهر. بتدوس عليه المكنه لحظه من الزمن وبعد كده بتشتغل وتطلع لك التقارير بتاعتك. هنشوف شكلها عامل ازاي دلوقتي. المكنه طلعت لي التقرير اللي احنا طلبناه اللي هو الاس ام سي ريبورت. تمام. هو ده التقرير معانا، بيبقى فيه ارقام البرامج هنا معايا، يعني هنا برنامج 1001. تمام. اللي هو الليدنج ايدج زي ما احنا عارفين. تمام. القيمه بتاعته طبعا بيبقى فيه هنا الديفولت والفالي جنبيها. الديفولت دي ده الرقم اللي المفروض تبقى عليه، الفالي ده الرقم الفعليه الحاليه اللي هي موجود عليها. وهو كذلك هنا الجزئيه الثانيه دي برضو نسخه من الاولانيه اللي هي بيبقى رقم البرنامج وبعد كده اسم البرنامج ايه وبعد كده بيبقى في عندنا الارقام الفعليه بتاعته اللي هي ايه.